مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه جيرتيب، اليوم رانا هنا من سوق الغنم ببلديه الهرافه. تابعونا مشاهدينا الكرام، نشوفوا اسعار الغنم. سو مريم، مليحه اليوم؟ سو كاينه بصح البيع ما كاش. جيت تشري انت اليوم للدار؟ جيت نشري بصح ما لاقتش بيا كاع الحاله. بصح علاش قلتي السومه كاينه والبيع ما كاش؟ هذه يقولوها غير اللي الناس تبيع. لا غالب الناس تشري من برا دروك، ماشي من السوق. انت جيت تشري ولا جيت تبيع؟ جيت نشري انا بصح. وعلاش قلت لي السومه كاينه والبيع ما كاش؟ جيت نشوف السومه باش نشري من برا. صح، لاقت بك السومه؟ السومة مليحة مليحة مليحة. أيا ما تابعونا مشاهدنا الكرام، رانا مع أحد الباعة، احنا ما على بالناش اسكو هو يعني كساب الأول ولا يعني شاري ويعاود يبيع. سقسوه. السلام عليكم خويا. ورحمة الله وبركاته. أنت يعني موال فلاح يعني تعاود البيع ولا كساب؟ كساب كساب. اللهم بارك. شحال مصومينك في هنا؟ يلا. أنا 71. 7 ملايين و100 للواحد. 7 ملايين و100 هذا هو. هذا 7 ملايين و100. وهذا؟ هذا تباع. هذا تباع، شحال تباع هذا الله يبارك؟ لا لا 78. 78 انت كيفاش؟ 87. 87. عمي الحاج، واش تقول السوق تاع الغنم كي راهي بالك؟ السوق تاع الغنم يتبع المصروف، المصروف عيطة، غاليين. ها هو هذا يدير 7 ملايين عشات الليالي؟ هلا غالي. غالي. ها غالي ها. انت جيت تشري؟ يا انا شاري، نشري ونبيع. تشري وتبيع معاودي؟ واه مسبب. نشري ونبيع. شو لكن السوم المعقوله لا شو غاليين، الله غالي. ها هو 7 ملايين شري 7 عايط. امين الحاج بن سقسيك. معاودين يمشيو ولا مديرين دايرين مشكل في السوق؟ والو. المعاودين يدي 5000 50000 100000 ما يزيدش من عند الفلاح. هو يدي خضره لوليداته ويروح. المسكين راه يتعب. نشوفوا يعني سوق المواشي، يعني السوق تاع الغنم بين العام اللي فات والسنه، واش تقول؟ العام اللي فات رخيص على السنه. مليون مليون ونص زياده. انا حاجه اللي ما فهمتهاش، كيكون كي تجي الشتاء ويجي الخير الغنم يرخصوا ولا يغلاو؟ يرخصوا. علاش؟ يرتعوا الماكله. الماكله تكون كاينه. وكيكون الجفاف الماكله لا ما كاش، لا غالي. بصح انا سمعت العكس. هذا وقيه غالي. دوك البوطه تدير 70 عام. العلبة يدير 600 و700 عام. هو الخروف انت تبيعو، انت شحال يطلع لك؟ هاي شحال يطلع لك؟ كما انت خروف كيما هذا تشدو مازال 15 جنيه، مش حياكل من بوطه. شحال يدير البوطه سنه؟ 100 شي 130 بوطه تاع لابيس. بوطه تاع لابا يديرها 70000. 60 70 65. ها هي بزاف. انا اليوم رانا غير مع اللي يبيعوا ويعاودوا ويشروا، مازال كاع ما جانيش مشتري وقال لي راهم متفاهمين. هذو راهم متفاهمين. هي السومه، السومه سيبها عاليه بصح سيري مكاش. السومه هما يعطوه الطاي طاي. السومه كيما هذا الكبش العام اللي فات شحال كان يدير؟ 5 ملايين. شحال دار؟ دار 5 ملايين. والسنه دار 71. عملوا الربعه ونص و5 ملايين. صح دلو شحال راه هضروا؟ ما زوج ملايين زياده؟ زوج ملايين زياده، يعني على حسب ما راكم تقولوا باللي الماكله غلات. الماكله احنا الفلاحين الماكله انا مطيبتنا. العام اللي فات شحال كان يدير؟ 300000. السنه راه 800000. لا في 150. بوطه تاع تبن 100 رانا نشرو فيها ب 80000. الله يحلي الزروالي. واللي يشري غالي عليه، واللي يبيع الله يحسن عاونه. يعني انتم حليكم والشاري حليله. ديروا معاهم. وها عندك عندك. سيبو صاي نبداو؟ صاي صاي بزاف هذو بزاف. ارواح لنا وقول شو عندك؟ جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا خروف هذا الله يبارك، صغير. خروف قلت لي؟ واه خروف. ايه تاع زوالي؟ تاع قلاليل. شحال قلاليل ونبغوا قلاليل. شحال فيه من كيلو رطل؟ اوا كارطل كا فلوس ول الفلوس راه تجيب فيها ترطل. صح. قول لي هذا سومك فيه؟ واه سومني امام ربي على الحلال عطاني 35. 3 ملايين ونص. 3 ملايين ونص. وما نبيعوش ب 3 ملايين ونص، كل سنه نبيعو بربعه. علاه يا خويا؟ نقول لك علاه. قول لي. الاولى راني نتعب،
هاني يعني صراحه نظل نجري. انت راه عندك غير واحد شارك تتعب. كيفاش راني نتعب؟ هذا تطق واحد وياكل. ولا عاد بالك عندي غير واحد واحد. اثنين حلال. بصح هذا راه صغير. صغير لا غالب على حساب الشي راه غالي. الشي راه الماكله راهي غاليه. الماكله راهي غاليه، الشعيره يدير 700 عام في القنطار. والبوطار يدير 70 عام 80 عام. انت كساب ولا معاودي؟ لا 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 الكساب هذا رزقي. انا نصرع عندي نعيجات نصرع بهم ونتقوت منهم. راك تشوف الشيء هذا كي راه داير. اخويا الله يبارك لك في رزقك، بارك الله فيك، الله يحفظك. صح صح اخويا. اش اللحم؟ كيفاش؟ هذا جيب زوج ملايين لحم. هو قال لك راني نتعب. هو قال لك راني نتعب انا باش. شحال يجيب لك اللحم هذا شحال؟ والله ما يجيب. هاي روح انا وزنوا هذو رجاله الا ما صناش اسمح لي اخا خليني نهضر غير تهضر اول هاو غير تهضر اول نروح انا وزنوه نذبحوه قدام الرجال هاو منين نذبحوه وما يجيبش اللحم فايز يجي اسمح لي اخا خليني نهضر نذبحوه وما يجي فايز جوج ملايين اللحم انا خلص ما تدخلش شحال يجيب من كيلو هذا يجيب 14 كيلو 10 كيلو اللحم صافي فايد 10 كيلو يجيب 12 الدوار شحال يدير البوز شحال يدير الله في نفسه خلينا الدوار شحال يدير البوز شحال يدير شحال يدير الدوار والبوز شحال يدير الكيلو ها انت مشري جدي ولا ما نشري يعني صغير بزاف تعب وابك يعني نتعب نبيع ب 10 ملايين هات الزرعه شحال يدير والله الا بعته انا اللي طايب سمعتني الزرع راه يدير 700 اسمح لي اسمح لي عنده شهر اسمع اسمع لا اسمعني نهضر معك اسكت اسكت هذا راه عنده فايت شهر ونص راه في الزريبه راني نعلفو وشي لا غالبكش هذا راه علاش خير هذا غادي تقي الله غادي نعلف يا خويا العلم يتشكي معك قد يبطلك لا لا والله مو عارف هاك دي بطل لا لا خليك له بطل ولا خلصك من عندي اعطيه له بطل اعطيه له ما راه ما نجح والله ما نجح هذا عالف هذا في ميزه هذا عالف يا خويا شحال يجيب 14 كيلو عمي الحاج راه يقول لك عمي الحاج اسمع وقيل عمي الحاج راح يصنع بيناتكم شحال يجيب هذا 10 12 ما يفوتش 10 كيلو صاي صلي على 10 كيلو تجيب جبل لحم 8 ونص لحم جيبها 10 كيلو شحال يدير كيلو قايم 300 كيلو كيلو تسمى 300 كيلو 10 كيلو الثملاين شحال يدير هنايا غير الحم وقيل 150 160 مليح سومه مليحه عطلي 100 بوطه نعطيك خروف الضروك نعطي لك في الدار 100 بوطه بخروف واه سنه واه كيف سنة؟ يا صح انت تشري بربعه هذا تشري بربعه ما طلبناش ربعه اي المعلم ما طلبناش ربعه اسمع الفاميلي احنا ما طلبناش ربعه انا قلت لك الشعب اللي جا ساومني اسمع اللي جا ساومني اعطاني ثلاثه ونص ثلاثه ونص اخي كريم نشري على ما نشري على ما نشري ولا ما كانش صغير صغير جا صغير جا صغير تعطيك تصرح تقدر تصرح انت ها ما تصرحش ولا ما تصرح عاودي والله ما تصرحها انا زوج كلمات حنايا نبيعوا نبيعوا الحلال خويا انت عطاو لك 35 حلال اجي من الشركه ما هذا مقرا من رجاله من هذو من يعطيني 35 نبيعوا له قلت الحلال انت ماش عارف لا لا قلت عليه والله انت قلت راه عارف مربوطه انت قلت راه نعلفوا صوروا صوروا سعيد جديد والله ما علفها غاش والله ما علفها روح لا لا مش عجبته هذا قال لك ما نديش انا والله شي مو بلا نضرب 4 كيلو 5 كيلو امن بالله 4 كيلو 5 كيلو ما صرح من ناحية ولاد القية حليلك خويا بالحرام انا كذب عليك سيمو بالله لا خويا معليش حنا شنو نقولوا رانا نشوفوا في السوق على بشي البوطه راه يدير 80 90 100 البوطه راه يدير 100 انا شريتها 130 وتاع لافيس راه يدير 130 القطر تاع كيف حرا يدير 7 تاع زرع 750 والله قبل اللي يزرع بالماء والله اللي يزرع بالماء والله كره ما يغسلهم في الليل اللي يرقد جيعان اللي يرقد 10 خربان هذو يبنوا لك شمران 10 والله ما يبنوها والله هو كريم شحال عطاوك في هذو الجديان الله يبارك عطاوني 28 ونص كاع في ثلاثه 28 ونص هما معقوله ما شاء الله شحال راك طالب فيهم انا طالب فيهم 35 كاع في ثلاثه 8 ملايين ونص 8 ملايين ونص يعني قادر ثلاثه يعيد
يعيدوا يعيدوا مش صغار بزاف. لا لا مش عند معاه نورمال عنده معاه يعني انت رانا نشوفه في السومه معقوله سهلة لا بس يعني 28 وشحال من قيمه الواحد؟ سومه 950 مليح ما شاء الله. واش راك تقول على الماكله السنه ولا على الفكره؟ ماشي كاينه كاع يعني بالنسبه للعام اللي فات السومه كيما كاش شحال كانت؟ ماشي بعيده بزاف ناقصه شويه بصح ماشي بزاف بزاف الحمد لله. عام الاول كانت شويه ناقصه على السنه، السنه زايده شويه طول الماكله ماشي كاينه. الماكله ماشي كاينه. بارك الله فيك خويا شكرا. السلام عليكم عمي الحاج. ورحمة الله. عمي الحاج هنا غدا شحال طولك فيهم؟ ثلاثة الله يبارك. كباش في ثلاثة؟ 55 كباش. واه 55 للواحد. واه الله يبارك. تكسب ولا معاودي؟ كسب الله يبارك ما شاء الله. أحنا سارحين راك عارف. تما هادو شحال عندك من واحد؟ ثلاثة. هادو ثلاثة برك اللي عندي في الدار ماشي غير. لا هادو ثلاثة شحال تما كاع في ثلاثة طالب فيهم؟ في ثلاثة؟ إيه 12 مليون. 12 مليون. والسومة ترى يتبان لك شوية نورمال ولا؟ لا مليحة راهي مليحة السومة 55 هذا غالية. بارك فيكم عمي الحاج، حنا نأمنكم أنتم، أنتم كبار اللهم شاء اللهم بارك. والله يتعب لا يتعبوا الفلاحة. والله عربي ما يتعب كيما هم. الخدام والله ما يلحقوا في الدار. الصرحة، العل، الماكلة. إذا اللي يجري مسكين ومين يجيب أخر يبيعوا يقولوا واو غالي. هاوديك يا غالي لا غالي هذا مولا شحال يتعب. والله يلعب لنا نشرب 600 700 ألف. ولو وتبن يعني الماكله تاعهم البوط تبن 55 شرينا عمرو ولا سنة شحال 65 اللي كاين اللي قالوا 80 لا لا 65 120 120 120 في الخرطه رايدين 120 قلت ديما ما كاش قال في قال ما كاش القمح ذاك المحشوش اللي ماهوش واصل راهم يبيعوا فيه 75 و70 ما كاش قلت 80 تاع 50 خصم هضروا كم ولا وراكم تبيعوا في الغنم يجيكم انسان ايه يعني ما عندوش يعني شهر بصح عنده نقولوا هذا تاع ثلاثة ولا أربعة عنده زوج بقات له زوج تعطيه؟ نعطولو كريدي نعطولو كريدي تعطيه؟ نعطولو اه حنا بالك بالك كاع الشهر والله لا من عام الأول راني معروف بلي خدام من عام الأول راني نسال من عام الأول من عيد عام الأول راهم يدو ما يخلصوش والله لا من عام الأول راني نسالو من عام الأول غالب اش تبغي تقول له؟ هذه فاني حاجة مليحة عمي الحاج حنا هذا يسموه المال الله يبارك حنا شوف شحال نبيعوه والمال يشري المال حنايا حنايا والله مين يجينا واحد ولا ماشي يعطينا الفال ويدي ويروح تا يعيد وفي غرضه ويخلص ويجيب لنا الدراهم الله يبارك عمي الحاج هنا والله لا يبارك كيما عمي الحاج قلت اذا 55 ابي بري شحال فيه من كيلو وانا تبان لي فيه واحد 22 23 يفوت يفوت 22 كيلو يفوت ما فيه يدير 26 ولا 25 26 كيلو الله يبارك 26 واللحم شحال يدير 200 على الخروف 240 200 و200 200 تما راك تما راك في 5 ملايين و200 راك في دراهمك هذا قاس شويه عمي الحاج دورا يدير شحال يدير تما انت حسبت لي غير اللحم بلا بوزلوف دورا يدير 700000 بوزلوف تما انتم حسبتوا لي غير اللحم 5 ملايين و200 بلا دواره وبلا بوزلوف ما تقوليش البطانه ما تقوليش البطانه فين تبيعوها باهم بيعوها طاني كنا نبيعوهم صحيح والله الله كنا نبيعوها ب 30 عام بصح هذا كل زين قال لك ريتار ناقيسوه مساكين والله ناقيسوه ان شاء الله يعاود شوف رانا نقيسو الصوف نقيسو البطانه المهم عمي الحاج مشاهدينا الكرام عمي الحاج وين يسكن هنا في بلديه الهرافه عمي الحاج لا نسكن في مران في مران قال لكم اللي عنده يجي يدي واللي ما عندوش يجي يدي صح ولا اني غلط عمي الحاج راكم تشوفوا اي واحد ما عندوش اللي ما عندوش قال لك يجي بصح باينه باللي يجي انسان يكون شهار يكون خدام يعني على الاقل قال لك تدفع لي شويه وتبقى شويه بارك الله فيك عمي الحاج المهم حنا نقولوا ان شاء الله بارفاسيليتي يجري بارفاسيليتي نقولوا ان شاء الله ربي اللي عنده يشري واللي ما عندوش ربي ان شاء الله يطيقه ان شاء الله السلام عليكم عمي الحاج صحيح بارك الله فيك رانا عند الحاج هنا ما شاء الله راه عنده كبش ما شاء الله مع خروف نشوفوا السومه شحال شوفوا السومه شحال عمي الحاج السلام عليكم السلام ورحمه الله شحال راه داير الكبش هذا الله يبارك 62 قاطع هذا قاطع ما قلت ماذا قاطع بصح ما قطع عنده قطعه عنده قطعه يعني قطع الاولى فوق ظهره فهم المشاهد شنو هي قطعه قطعه جزه جزه الجزه اه الله يبارك عنده عام عنده عام شحال عطاوك 62 كيما هذا العام اللي فات شحال كان يدير يدير 5 ملايين 5 ونص ما يفوتش شحال فيه من كيلو هذا يلحق واحد 28 حق ذاك 28 30 كيلو كي شفتوا 30 200 تحت 6 ملايين بصح قلتي واحد قال لي الغرنوق وواحد يقول لي الراس وواحد يقول لي الكبده يعني فاني هذيك الدواره هذيك كنقول لك هذيك نقول لك اللي يدير حساب الجزار الجزار يدي كي يذبح يدير حساب للزليف والدوار يربح غير الزليف والدوار اللحم ما يربحوش وهذا شحال هذا دار 35
الله يبارك ما شاء الله 35 الله يبارك. بصح ما كان هاك شحال هذا 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 في وعد 16 يروحوا منا حتى هذا البيع تاعو طالب 35 لا لا عاطين البيع تاعو حتى الربعه الربعه نبيع يعني من 35 الربعه تهاوي حات هاوي هنا شحال ندي 100 على 150 الف ندي الدلع والطماطيش للدراري الله يعاونك الله يعاونك انت يا راك فاني تتعب وانتم فاني ماذا بكم كاع الناس تاكل هذا ياكل من هنا الشاري حليلو والبايع حليلو نص من السوق ما عندوش نص شايله خدام الشيخ موجود اسكت شايله خدام اللي حليلو اللي سايله هنا كاين النص اللي بلا لاصي راس تبعوا الزوايا قعدوا هكذا قدوا يشري المرطو بالتراب ها برك يدي 150 على المره طيح في المرض يشري لها 500 على الفدوى لاصي راس ما كاش اللي يهم اللي كبروا كبروا مع الزوايا راه مع الزوايا على خاطر الفلاح ما عندوش لاصي راس يسمى يخدم مسكين باطل والخدام راه يجيب 7 ملايين 8 ملايين في الشهر كيجي يخرج في العام يموت هذا ما عنده والو راك تشوف ملي كبر مع ملي زدت والله ما خدمت عند عربي راه في عمرك عمي الحاج درو 72 72 سنه تما قول بديت الصرحه على 12 سنه 12 سنه بديت نصرح تما 60 سنه صرحه 60 وانا صرحه دائما راك اكسبيريونس شو كان تشوف تما عمي الحاج تقدر تفتح مدرسه تاع صرحه انت تولي تقري قريهم فاني على بالك عمي الحاج باش نكونوا في الصوره انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من راعي الاغنام يعني رعايه الغنم هي شيء يشرف الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك اللي نعطيلو 10 نعاج ويقول راني فقير يموت فقير 10 نعجات لو كان نكسبهم بزاف علينا بصح انا هذوك تشوفهم قاعد ما كانش اللي يكسب هذوك راك تشوفهم شكون اللي يصرح فيهم انا شخصي ما كانش 10% اللي يصرح باينين وجه الخروف وجه الخروف معروف عمي الحاج بارك تشوفهم هذوك كنت تقول روح صرح بزوال يقول لك ما نعرفش لا نقول لكم بارك الله فيكم وعيدكم مبارك ان شاء الله اش حارة مسومينك في كبش هذا الله يبارك اعطيني 78 78 7 ملايين و800 7 ملايين شحال البيع تاعو؟ مازال شوف شو مازال من هاي شاري هذا العام اللي فات كيما هكذا شحال كان الله أنا ما تحكمش خمسة خمسة كي تعملوا ولا السوق طايح ماشي كيما السنة تما السنة السوق السوق راه رابط السنة أنت جيت تشري إيه مازال ما شريتش العيد ما شريتش نقال السوق اش ما يدور بصح راه شوية رابط ما كان حتى شوية غالي غالي بلافوك هاي غالي برك بصح فاني كيما يقول لك الموال ما نشرب شي يقول بصح انا كيما كل واحد يحسن عاوني الموال يحسن عاوني والشاري اللي كسب ما محتاج الموال حليلو هذه علاك داير عليها حجر هنا هذاك اللي يربح مولاه تما هنا يا دير حجره الله يربح مولاه تما تباع باع وخو نطيح لك الحجر يا ما باين باللي بنبيع شحال تباع هذا ماما شحال هكا والله ما لبقي مازال ما عليش المهم يبان مليح الله يبارك الله يربح مولاه وان شاء الله يعيد بالصحه والهنا ان شاء الله خويا بارك الله فيكم ديروا معاهم شحال مسومينك هنا مرحبا بكم الله يسلمك شحال مسومينك 72 7 ملايين و100 7 ملايين و100 شحال في حوالي من كيلو هذا ربنا يعلم في واد الحسبه تاع 35 كيلو 72 ومازال مازال شويه مازال راني يعني نقول من جهه 8 يعني ما تلحقش 8 8 غير 100 ماكش بعيد 8 8 غير 200 مانيش بعيد مازال شويه انت يا كساب ولا موال موال معاود معاود يعني مش معاود لا مانيش كساب معاود نعاود تما هذا راك تما هذاك شاريه ومعاود فوالا راني شاريه وراني معاود تما راك شاريه السومه ماشي مليحه معقوله واه السومه معقوله هذا راه يدير 10 9 ونص انت شحال راك طالب باغي تبيع ب 8 انت راك باغي تبيع ب 8 راني طالب 8 راني طالب 8 غير قال لك يدير 10 راني طالب 8 لا ماهوش طالب راك مليح في السوم راك انت راك معاه انت موال انت لا انا كسبي ها وين راه معدي اللي فيه 72 ايه انت فاني راك تبيع يسوى 8 هذا شحال هذا يسوى 8 راه معطي اللي 72 هو عاطي ال 71 ايه ها بصح انا تاع اسمي قلب بصح راني انا تاعي معلم يبان كبير ولا الصوف راه مكبرو هذا في غير الصوف ولا تاعي رسمي قلب ها اروح صح على الكاميرا صور صح 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 انا تاعي قيس فايت 40 كيلو سم هذا راه في 72 قال لك راه في 72 قال لك كيف الحمي الحاج
ب 72. ايه وانت هذا شحال تقول فني؟ 72 كيف؟ 72 انا راني بالي ذا كبير على ذا. معليش هذاك ما همش الحال. وبصح يقول لك مش عارف مال بالي الصوف انا تبالي الصوف. هذاك قرع وضحك. الصوف راه مع مراته. هذا يقولوا جايز بالقرون. وهذاك تاكل اللحم كلمه لا لا قرن هذا قرن في تو قرن ناقص القرن صاحبي يسقسيك هذا القرن تاعو راه مقصوص هذا يجوز يجوز هذا يجوز هذا كي يكون باري هكا يجوز لو كان يكون معدم من الدم سايل جديد ما يجوز راك مسقسي عليها واه مسقسي الشيخه يعني يكون يديه كاش واحد يعاود يرجعوا لك يقول لك باللي مغا ما جاش يخلصك يقول لك قالوا لي ما يجوش اش تقول له ندير الشيخ لازم تدير الشيخ لازم ندير الشيخ قال لي قالوا الشيخ يجوز ما يعرفني ما نعرفه قال له ما يجوش نعطي له دراهم ما كيما يقول الشيخ ما فيش إيه لازم 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 نسقسوا اهل الذكر لازم اسالوا اهل الذكر اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بارك الله فيكم. عندك عندك سي بون ساي نبداو ساي ساي بزاف هادو بزاف وقلت شو عندك جمال هذا صح يذبحهم بصح شوف لي واحد شعلو لازم هذا يقباح لازم يقباح تشعل اروع ما زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.